انطلقت الشرارة الأولى لثورة الرابع عشر من فبراير في صريحة يوم الاثنين الرابع عشر من فبراير 2011 ميلادي، حيث كسرت القائد الطرحوي الأستاذ عبد الوهاب حسين أول مسيرة تعليمية انطلقت في ذلك اليوم في بلدة الكبرى، وذلك للمطالبة بالإصلاحات السياسية وإثناء سياسة التفرد في الحكم من قبل القديمة آل خليفة، وتمكين الإرادة الشعبية في ممارسة دورها السياسي وتحديد مستقبله. ومع حلول عصر يوم الرابع عشر من فبراير عام 2011 ميلاديا، تحولت مدن البحرين وبلداتها إلى ساحات للتظاهر وإعلان الثورة على الحكم الدكتاتوري الفاسد، ورغم الاستخدام المفرط للقوة في قمع التظاهرات، إلا أن الجماهير أثرت الرد على عنف النظام الخليقي وتمسكت بالأسلوب السلمي وتحديد الورود المعتدل. وما كادت أن تغيب شمس الرابع عشر من فبراير عام 2011 ميلاديا حتى انتشر خبر استشهاد الشاب علي المشيلة لتكون نقطة تحول أولى في الثورة. يوم 15 من فبراير عام 2011 ميلاديا، شيع الشهيد علي المشيلة في موكب مهيب، ومع خروج موكب التشييع للمستشفى السلمانية أطلقت مركبة تابعة للنظام الخليفي النار باتجاه الجماهير ليسقط الشاب فاضل المتروك شهيدا مدرجا بدمه، ليكون الشهيد الثاني في ثورة الرابع عشر من فبراير. في ذات اليوم وصلت الجماهير إلى ميدان الهدوء وسط العاصمة المنامة وأقامت اعتصامها السلمي المفتوح. وفي فجر يوم الخميس 17 من فبراير 2011 ميلاديا، باركت قوات مرتزقة الحشود الجماهيرية المعتصمة في الميدان وأطلقت نيرانها من السماء، وسقط خلال ذلك اليوم 4 شهداء، وسمي ذلك اليوم بيوم الخميس الدامي. ورغم نسف الدماء، إلا أن الجماهير لم تخرج عن الإطار السلمي الكامل، وأعطت الفرصة للنظام الخليفي للتراجع عن أسلوبه الهمجي. يوم السبت 19 من فبراير 2011 ميلاديا، انطلق الزحف الشعبي مجددا نحو ميدان الشهداء في ختام فاتحة الشهيد علي المسيلم، وكان جيش العالي الخليفي مقتدا للميدان حين ذلك. فما أن تقدم الزحف نحو الميدان يتصدره قائد محافظ عبد الله حنين، حتى أطلق جيش العالي الخليفي الرصاص الحي نحو الجماهير التي كانت ترفع الورود وتنادي بشعار سلمية سلمية، وسارع الثوار في نقل الجرحى إلى مجمع السلمانية الطبي. في 14 من مارس 2011 ميلاديا، غزا جيش الاحتلال السعودي الأراضي البحرينية بآلياته العسكرية بكل وقاحة ودناءة وقوة ونهار. في 15 من مارس 2011 ميلاديا، تم الإعلان عن فرض قانون ما يسمى بالسلامة الوطنية، وتكليف جيش الاحتلال السعودي بالقمع والتمكين بأبناء الشعب. في 15 من مارس 2011 ميلادية، اقتحم جيش الاحتلال السعودي عاصمة الثورة سترة، ومارس أبشع سلوك الاعتداءات على أهلها، ليرتفع الشهيد المقاوم أحمد فرحان إلى السماء بعد أن خدف رأسه برصاص الاحتلال السعودي. في فجر 16 من مارس 2011 ميلادية، حاصر العدو الخليفي مدعوما بجيش الاحتلال السعودي شوارع البحرين وقطع شبكة الاتصالات عن منطقة ميدان الشهداء، إذ تقدمه بأهلته العسكرية وأطلق رصاص الحي على الجماهير وسط الميدان في مكان تحلق أكثر من 5 مروحيات في سماء الميدان لإرهاب المعتصمين، وسقط في ذلك اليوم 100 جرحى و3 شهداء. بعد يوم 16 من مارس 2011 ميلادي من تمويه،
أطلق العدو الخليفي مدعوما بجيش الاحتلال السعودي شياطين الحقد والتشكيل فلم يترك جريمة إلا ارتكبها. بل أنها من صميم السلمية القرآنية.